وجود المنصات هو ضروري. يعني هذا مشروع يثمر إلى إنتاجات عديدة متنوعة، أيضا قدمت نجوم شباب جدد. كانت الشركة تنتج عملين في السنة لمتابعتهم في رمضان، يعني كان عندنا عمل أو عملين برمضان لبعض الممثلين. يعني المنصات أتاحت فرص لطلاب المعهد كلهم، لكل الخريجين الجدد، للمواهب العديدة، حتى على الصعيد العالمي. يعني في ممثلين ما كنا نعرفهم. لا، المنصات الحقيقة هي منبر مهم جدا. بعدين الكل عم يشتغل هلأ، كمان عم تحت فرص كتير لممثلين. يعني صار عندهم غطاء مادي جيد. الحقيقة كان عمل بالسنة، هلأ عم بيعمل 10 حلقات، بيعمل سيزن، بيعمل سيزن 2، سيزن 3، و و و إلى يعني. ما بين ما تربى عليه المؤلف وتعلمه، يعني اللي درسوا بالمعهد كسيناريو، درس كيف تصنع الحكاية والرواية والعمل التلفزيوني، وما تريده المنصات الغربية الآن. أوكي، هون صار في مثل شيزوفرينيا، في صراع بينه وبين اللي إنه أنا كيف بدي أستقطب كل المشاهدين إذا ما أدران أقول كل شيء بدي إياه. يعني في تابوهات ممنوعة، ما بتقدر بالدراما الدرامادانية تقولة بالمنصات. إلى حد ما بتحاول تكون جريء، بتحاول تقرب من ما هو مطلوب. في جيل صغير جديد لحتى تشوفه لازم يعني معادلة صعبة كتير. يعني في جيل جديد هلأ، نحن عم نعبر من هي المرحلة، في عبور الآن إلى معادلة نقدر من خلالها. الزمن بيلعب دور بأنك أنت تكون شوي مساحة الحرية عندك أكبر، وهي اللي بيت القصيد يعني.